كما ترول اليوم نابلس، نابلس بفصائلها وقواها الوطنية والإسلامية بشبابها وشيوخها ورجالها ونسائها، تقول لا للعدوان، لا لكل القرارات المتطرفة التي اتخذتها حكومة اليمين المتطرفة لدى الكيان الصهيوني. إن أي عدوان على أرضنا، على جنين القسام، على قدسنا، على غزة، هو عدوان على الشعب الفلسطيني كله، وعلينا أن نكون متيقظين، وعلينا أن نكون موحدين للرد على هذا العدو وعلى إجراءاته التعسفية الإجرامية القادمة. لكي تقف وتقول كلمتها لجنين ومخيمها بأن نابلس هي توأمك في الكفاح.